في فيديو اليوم يا حلوين، فاجأنا عبودة أفندي بغرفة سرية باللون الأخضر، بس للأسف ردت فعله صدمتنا. فإذا بدكم تعرفوا إيش صار مع عبودة أفندي، تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. لك يلا يلا عبودة، لك تأخرت، وينك؟ لك تعب بسرعة. لك يلا عبودة، مو بدك تروح على درس القرآن؟ يلا حبيبي روح بسرعة، لا تتأخر على درس القرآن. يلا باي. لك يا بابا أحمد وينك؟ يلا يلا تعب بسرعة. لك وينك يا بابا؟ لك وينك وينك؟ لك يلا يلا بسرعة. نزلتين أنا مالي راجل دقن. لك إيه؟ إيش بي؟ بعتت عبودة أفندي على درس القرآن. يا عادي يعني بعتي على درس القرآن، يعني إيش في؟ يعني شانك بعتي علي؟ لك لا مو من شان هيك بعتت عليك. لك يا بابا أحمد مجهزة فكرة فيديو خنفشارية. أنا وأنت بدنا نعمل غرفة سرية بلون واحد. غرفة سرية؟ إيه، ونفاجئ فيها عبودة أفندي. يا الله على هالفكرة، هي ما أقوى سماجر فيها. لك كتير 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 فكرة حلوة، وإن شاء الله رح يكون أحلى فيديو بقناتنا. إن شاء الله هذا الفيديو ترند. إن شاء الله وتعالى. إيه أنا بس أنا هلأ محتارة باللون. أين لون بدي أختار للغرفة السرية؟ إيش رأيك يا ماريا الكيوت؟ أين لون؟ أين لون ماريا؟ برتقالي. يي برتقالي. يا روحي، أصلاً لون البرتقالي هو لون عبودة المفضل. أكيد لون البرتقالي هو لون عبودة المفضل، ولكن للأسف نحن عملنا فيديو غرفة سرية باللون البرتقالي. ايه مظبوط، وبهدلناها وزويناها. ايوه، منشان هيك لا ما بدي اعمل اللون باللون البرتقالي، بدي لون تاني. فكروا معي بسرعة. اللون، لاني ما معنا وقت كتير، ساعة واحدة وبيرجع. احمر، اصفر، اخضر. اخضر اخضر ما سوينا ولا مرة. اللون الاخضر لون حلو، لون الطبيعة. لك بس ما قلتي لي وين نسوي الغرفة السرية. تعا معي. تعا بسرعة. تعا يلا يلا بابا أحمد، افتح الخزينة لقلك. فتحتها. أوه شوف هاي الخزينة، أنا كلها مفضيتها. شايف؟ إيه؟ هاي الخزينة كلها رح نحولها لغرفة سرية بلون واحد، باللون الأخضر. إيه أنا جاهز. بس يا حزرك شلون بدنا نلون هالغرفة؟ أنا بدخل لك إياها. شلون؟ أبرق أبرق بوم. أوه جايب بخاخات. ركز. يلا 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 بلش. إيه خلينا نبلش نبخ الغرفة قبل ما يجي عبودة أفندي، لأنه ما كتير معنا وقت. ما تدعنا وقت، درسه كله على بعضه ساعة، فيا دوب نلحق. خلينا نبخ الغرفة ونطلع نروح نشتري شوية أكلات وكاندي للغرفة السرية. يلا جاهز، رح نحولها لغرفة سرية رائعة. أوه يلا يلا بسرعة بابا أحمد، ما معنا وقت كتير. أساعدك في البخ؟ لا تكلم، أنا بسوي. خلص البخ عليك؟ علي. إيه يلا رح اخليك تخلص البخ وبرجع لك. يلا اجهز. وتلا، واخيرا خلص بابا احمد بخ الغرفه السريه. هي الخزينه مثل ما انتم شايفين يا متابعينا الحلوين كلها صارت باللون الاخضر، ولكن للاسف لسه البخ ما نشف. شايفين البخ؟ والله نشفان يا بابا احمد. ما كثير والله، يعني انا حسته ناشف شوي. ايه عم بيلزق شوي، عم بيلزق. بس انا مستغرب من شغله. ايه يعني شو بتلزقين بخصت الخزينه؟ لك هذا كله 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 كرمال المتابعين الحلوين. عن جد يا متابعينا الحلوين، لو تعرفوا حجم الدمار اللي صار من ورا بخ هالغرفه. الارض كلها صارت باللون الاخضر، حتى هون المبرده شايفين شلون تلونت باللون الاخضر. الأرض كلها تلونت باللون الأخضر. عبودة أفندي وليس أفندي نزلوا فرق وتنظيف بالأرض لحتى نطفت. بقى عن جد عن جد عن جد هذا الفيديو بيستحق يفجرولنا يا باللايكات. يلا كلكم انزلوا وحطولنا أحلى لايك، هيك كرمال ماريا الكيوت. يلا يا بابا أحمد، ما معنا كتير وقت لأنه ساعة وبيرجع عبودة أفندي، فخلينا بسرعة ناخذ ماريا الكيوت ونطلع على المول نشتري شوية أكلات وكاندي وشغلات نزين فيها الغرفة السرية. الغرفة كاندي باللون الأخضر. أيوة غرفة سرية للحلويات والكانديز باللون الأخضر. جدا عبودة رح يطير عقله عليها، وحتى ماريا اللي كيوت. صح؟ يلا جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة تلا. يلا ماريا، هلا أنا وإنتي رح نشتري أكلات وحلويات للغرفة السرية باللون الأخضر.
يلا يا ماريا، ايش اول شيء بدنا ناخذ؟ شوفي هون يا ماريا، ايش في عنا اكلات باللون الاخضر؟ ساعديني مو ساعديني. ايه هاي عروسة مزبوط، بس هاي عروسة مو باللون الاخضر، بدنا شغلات بس باللون الاخضر. شوفي ماريا، هون في عنا شيء باللون الاخضر. حطي هاي باللون الاخضر. هاي كمان يا ماريا باللون الاخضر. واو، هاي كمان باللون الاخضر. يلا ماريا حطيها، هاي كمان باللون الاخضر. هاي الكيكة كمان باللون الاخضر. شوفي، يلا ماريا هاي باللون الاخضر حطيها. يلا حطيها حطيها بالعرباية. ايه حطيها بالعرباية. يلا يا ماريا بسرعة، لازم نشتري شغلات باللون الاخضر. ساعديني ماريا، شايفة شيء انت باللون الاخضر؟ انا هوني شايفة شغلات باللون الاخضر. بدنا كانديز باللون الاخضر صح؟ واو هدول كتير حلوين يا ماريا. شوفي هدول كتير بيحبون عبودة أفندية لحطية. وهي كمان يا ماريا باللون الأخضر حطية. ايه حطية يلا. وهي مصاصة باللون الأخضر. واو لقيت شغلات باللون الأخضر. هاي باللون الأخضر يا ماريا، هي حطية. ايه يلا حطية، لازم نخلص بسرعة. ايش في هون كمان شيء باللون الاخضر؟ ما في شيء هون. لك ماريا ما عم بتساعديني، انت شايفه شيء باللون الاخضر؟ طلعي معي في شيء باللون الاخضر. يلا يلا ماريا لازم نشتري اكلات بسرعه ونطلع. هاي يا ماريا باللون الاخضر. تلا هاي باللون الاخضر، بدنا شيء كله باللون الاخضر. في هون شيء باللون الاخضر. هاي البسكوته فيها لون اخضر. يلا ماريا حطيها. يلا ماريا خلينا نشوف هون كانديز باللون الأخضر. أوه تلا شفنا كاندي باللون الأخضر. واو هذا كتير حلو. يا ماريا هذا على شكل البطيخ الأخضر. يا كتير حلو. وهوني كماني هي هذولي غامي بير، فيهم باللون الأخضر كمان حلوين. يلا حطيهم. وإيش كماني بدنا؟ أوه هاي العلكة كتير بحب عبودة أفندي. هاي كماني باللون الأخضر. تلا هاي. اوه هاي كمان كاندي فيها لون اخضر، حتى من جوا فيها لون اخضر. يلا يا ماريا هلا رح ناخذ شيبسات. هذا الشبس اخضر. يلا حطي ماريا. ايه هذا لونه اخضر. هوني كمان في عندنا شبس اخضر، هذا كمان شبس لونه اخضر. ايش رايك يا ماريا ناخذ له اندومي لونه خضره؟ شوفي عبودة كمان بيحب الأندومي باللون الأخضر. هاي أندومي باللون الأخضر، وهي كماني أندومي باللون الأخضر، وهي الأندومي إلك يا ماريا، هاي إلك. أوكي هدول كمان يا ماريا شبسات باللون الأخضر. هدول كمان ماريا شبسات باللون الأخضر. والله يا ماريا بدنا نروح نشتري عصاير باللون الأخضر. جاهزة ماريا؟ متحمسة؟ حطي لايك. أحلى لايك من ماريا اللي كيوت. هي عم بسوق العرباية بإيد وحدة، فمشان هيك تعبت. يا ماريا كأنه شفت كانديز باللون الأخضر. واو في كتير هون أنواع كاندي باللون الأخضر. تعي ناخد يلا. خدي هذا ماريا. دقريك؟ يلا معلش. شوفوا يا متابعينا الحلوين، ماريا عم بتقول على هذا الديناصور بطة. حلو ماريا حبيتي؟ شوفي هذا ديناصور مو بطة يا ماريا، ديناصور. هذا ديناصور لو كان باللون الأخضر كنا هلأ أخذنا صح؟ واو شوفي هم ماريا، يا هوني في ألعاب. طلعي واو ماريا شوفي، هذا فيه ديناصورات وشغلات صغيرة باللون الأخضر. شوفي هذا، إيه والله شوفي هالديناصور باللون الأخضر. هدول يا ماريا إليك عشان أعمل لك فيهم عشاء، إيش رأيك؟ أنا أحطهم بهدوء، خليني أنا أحطهم هيك تمام. هدول منشان أعمل لك ياهن عشاء، أوكي؟ يلا يا ماريا وصلنا مكان العصاير، بس للأسف ما كتير شفت هون أنواع عصاير باللون الأخضر، غير هون عنا هذا باللون الأخضر، طبعاً أنا عم بطلع بس على اللون الخارجي. يلا ماريا هاي باللون الأخضر. في هذا كمان باللون الأخضر. بس هي ازاز بخاف تنكسر، هي بلور بلاها. لا
لكي وأخيراً لقيت عصير باللون الأخضر. شوفي يا ماريا، لقيت عصير باللون الأخضر، يلا خدي. تلا يلا يا ماريا، هلا خلصنا، رح نروح ندفع مصاري ونطلع لعند بابا، يا دوب نلحق نكمل الغرفة السرية قبل ما يجي عبودة أفندي. وطبعاً أنا عم بسوق بيد وحدة وما عم بعرف أسوق. تلا، وهاي رجعنا وجبنا الأكلات باللون الأخضر. يلا يا بابا بسرعة بسرعة، ما في وقت. شلون 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 بدنا نظبط الأكلات بالغرفة السرية؟ عندك طريقة بابا أحمد؟ إيه إيه عندي طريقة. إيش هي طريقة؟ هو في طريقة ليه تختاري واحدة منهم؟ إيه تفضل. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى إيه؟ إنه مثلاً نزل حول الثلاجات مثل اللمبات. والله فكرة حلوة. الطريقة الثانية إيه؟ إنه مثلاً إيش نسوي؟ نحط لنا الناصح ونظن إيش؟ أيوة. لا والله أنا مع الطريقة الثانية أكثر. تعرف ليش؟ لأنه ممكن نضبط الأكلات على شكل قلب حوب، على شكل أشكال هندسية، نلزقهم على كيفنا. يعني بالله فتح حائل. إيه خلينا نبلش لأنه ما في كتير وقت. طيب نلغي شغلة إنارة؟ لا ليش بدنا نحط إنارة؟ بعد ما نحط الأكلات يعني؟ إيه منطفئ الأكلات بعدين نحط إنارة، ولا نجيب الإنارة أول؟ ما بعرف، أنا عم بسألك. جيب الإنارة أول. لا ما وين الإنارة؟ امشي امشي نجيبها. هي البيتزا هي الأحمر هي. لا هي بالغلط إجت مع الأكل. يي لك ايش هاد يا بابا احمد؟ لك هذا ضوء باللون الازرق، ونحن الغرفه السريه باللون الاخضر. يا طويل بالك بقى، شو بدك تصبر؟ خلاص لكن هذا هو اللي عم يكبر وصلي بعد تبررها فوق الزين. اها بس جوا بكون اخضر. اها لانه الكهرباء بعيده. ما انت الكهرباء بعيده. يلا معناتها بسرعه انا فهمتك غلط. اوه هذا هو شريط الاضاءه باللون الاخضر. واو عن جد روعه. شوفوا ايش عمل بابا احمد، مدد هيك شريط باللون الازرق وصل معه باللون الاخضر. هذا هو، هذا رح نسوي له فيها لعبوده المخبأ. غرفه سريه. لا هي غرفه سريه باللون الاخضر. غرفه سريه باللون الاخضر، شغله توب. وهلا رح نمليها اكلات وكانديز، رح تطلع غرفه سريه غير شكل. خرافيه. خنفشاريه. اسطوريه. بدكم تكتبوا لنا بالتعليقات ايش بدكم تكتبوا لنا وصف للغرفه السريه. غرفه سريه خنفشاريه اسطوريه ايش بدكم؟ عالميه. واو ماريا الكيوت عم بتساعد بابا احمد تعطيه لزقه. تفضلي هي لزقه. عم بتقولي تفضل. ايه عم بتقول لك تفضل. واو واو ماريا عم بتساعدنا بتجهيز الغرفه السريه. يا روحي شو حلوه. ما شاء الله عن جد طلع شيء كثير روعه، ما توقعت تطلع بهالجماليه. يو ولا كأنه هي غزينه. لا والله ولا كأني غزينه. ما احلاها. يو هي لسه ما حطينا الاكلات. لسه الله بس يجي عبوده يفتح الباب يروح. الله اكبر يا عبوده. ايه يمكن رح يغمى عليه من الصدمه والفرحه. هذا لا نفرك اياها. لك شلون ما نفرك اياها؟ هي كلها له. اي والله كلها. يلا كمل بسرعه. يلا رح اسكر التصوير واساعدك باللاصق. بابا احمد. ايه غمض عينيك. انا؟ ايه جهزت لك مفاجأة. والله عشان؟ ايه والله تستاهل لانه غمض. يلا فتح عينك بابا. ايه تسهلية يعني. هاي هدية لك، والله تستاهل، انت عم تتعب. شايفين يا حلوين بابا احمد يتصبب عرقا، والله تستاهل مصاصة. والله عن جد الله يكرمك. كانديز. لولا برتقالي بدي لها اخضر. هاي بعطيها لماريا. يوه هاي بنحط ماريا. هي اللي قاعدة تساعدني. اي والله يلا إيه. مو وقت اللعب والمزح. يا والله ايه صح. ايه يلا خلينا بسرعه، هدول الاكلات والكانديز كلهم بدنا نحطهم بالغرفه السريه بطريقه كتير حلوه. وشو هي؟ لك لا هي كمان جاي بالغلط. هي كلها تجهيزات العشاء. بعد ما نخلص تصوير. والله ما اسعى ما تعشينا جوعانين اليوم طول النهار نحن بدون اكل تقريبا. إيه ما اكلنا غير فلافل بس. والله فلافل على السريع بس. كله لانه عندنا شغل وتصوير. هاتا هي ناخذها على البراد. وهي هون ضبطنا لاصق على شكل قلب الحوت. ما بعرف اذا مبين عليكم واضح ولا لا. وهلا بدنا نلزق الاكلات كلها على شكل قلب حوت. يلا بابا احمد تفضل بلش بالتلزيق. بلش ايه هيك بلش من النص. من النص هون. ايه هي من اللزقه النصينيه. تفضل هي كمان. هي احطها جنبها هون. ايه ماريا عم بتساعدنا بتجهيز الغرفه السريه. هيقول؟ ايه يلا ايوه هيك بشكل. برافو كثير حلو. وهي كمان جايبين اندومي باللون الاخضر وعصير باللون الاخضر. ماريا اوه ماريا متحمسه
مسكتي للغرفة السرية، شوفوا شو عم بتساعد وتشتغل. لا لا هذا كمان بالغلط جاي على هالكيس. يلا عطيها إلى بابا. يلا ماريا بتعطيك. يلا يلا استني شوي بابا يلزقون. أوه لا بلش يبين الحب عن جد. يلا يلا خذ من ماريا الأخضر بس. الأخضر يلا هاي خضرة. أيوة ياي عن جد عن جد شي بياخد العقل. كلهم هدول أخطاء ماريا. هذا ماريا هذا شبس باللون الأخضر عطيها لبابا. هاي هاي برتقالي مو خضرة. والله ماريا اليوم جابت العيد بهالفيديو. وتلا وهلأ صار قلب الحب كامل. شلون قلب حب ولا مو قلب حب؟ كتبولي بالتعليقات. ايه طفي الإنارة نشوفه بدون إنارة. لا مع الإنارة أحلى. مع الإنارة أحلى بكتير. ماريا كتير فرحانة على الغرفة السرية باللون الأخضر. هلأ بتعرف يا بابا أحمد بدنا نجهز بركة هيك هون بأرض الغرفة السرية، بركة كتير حلوة. وباقي الأكلات في عنا لسه شوية أكلات كمان بدنا نحطهم هيك على طاولة صغيرة. هذا القرتي ساعدني بابا مدلي إياه هون بأرض الغرفة لأنه عن جد ما ضل وقت كتير، شوي وبيجي عبودي أفندي. هاي فيها كتير باللون الأخضر، شوف كم لون أخضر فيها. فيها أخضر ايه فيها هذا أخضر وهون أخضر أخضر فيها فيها أخضر يعني ما لنا مخالفين. لا ما مخالفين. لا يلا يلا خلينا نحط. اوه عن جد طلعت كتير حلوة بقلب الغرفة السرية. هذا الكرسي كمان بابا باللون الأخضر. هذا الكرسي بتتذكر؟ ايه هذا من فيديو بيوت ملونة. لما عملنا فيديو بيوت ملونة أصغر بيوت ملونة بالعالم. ماريا ايش لون بيت ماريا؟ يا روحي بيت احمر. كان بيتها باللون الاحمر. هلا هون على هي الطاوله الصغيره رح نطبق شويه الاكلات اللي ضلت عنا. هون في شبس وهي اندومي روح قلب عبود الاندومي، وهي بسكويته كمان باللون الاخضر. وهدول جلاتينات فيهم باللون الاخضر. في كم وحده باللون الاخضر؟ ايه خليها بس بالاخضر. تمام. واو هي كمان لسه عنا شيبسات باللون الاخضر. هي كمان عصير باللون الاخضر. وهي اندومي ثانيه باللون الاخضر. هدول كمان كانديز حامض باللون الاخضر. ما شاء الله. بدي ادور. خليها 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 خليها. يلا هلا رح صور لها فيديو شورت. وهلا صار وقت نفتح بوابة الزمن. واو عن جد بتحسها بوابة زمن. ما احلاها بتحسها بتاخذك لعالم تاني. بابا بابا احمد لك جبت لك كاسه خضراء. والله منيحه كويسه هاي. يلا يلا حطها. ما بعرف عم ببحبش وبدور بالبيت. المشكله ما ضل وقت كثير. يلا حطها هي بيشرب فيها العصير. اتوقع هيك صارت غرفتنا السريه جاهزه وكلها باللون الاخضر. سمعت؟ يو عم بندق الباب. يلا يلا بسرعة سكري الباب وخلينا نستقبل عبودي أفندي. يلا دخلوا دخلوا مشي بسرعة. ماريا متحمسة؟ أهلا عبودي أفندي. عبد الله السلامي. يلا يلا بابا غمض له عيني. مجهزي لك مفاجأة غير شكل ما بتخطر على بالك. مفاجأة كتير كتير حلوة. انت لازم تغمض عينيك. يلا يلا بابا غمض له عينيك. يا شوف ماريا شو متحمسة. ما تقوليها ماريا مقلب؟ لا لا مو مقلب مقلب. مفاجأة مفاجأة. ما رح تخطر على بالك. ما رح تخطر على بالك. شو رح تحلم فيها كثير. يلا يلا غمض له عينيه وامسكه من ايده ودخله. يلا يلا تفضل. يلا يلا جيب جيب عبودي افندي. يلا مسكي له ايده ماريا عشان ما يوقع. مسكي له ايده. يا روحي الاخت الحنونة. الاخت الحنونة ماريا اللي كيوت. طايف عبودي افندي قلبه عم بيدق دق 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 دق. لما عم تقعدوني لا تخاف لا تخاف لا تخاف. يلا بابا احمد اللحظة الحاسمة. لا تطلعيها لا تغشها. يلا افتح له اياها وبعدين فتح له عيني. مسكي له ايده. يلا مسكي له ايده. ايوه باي باي. يلا يلا افتح. لا تخاف لا تخاف. واحد اثنين ثلاثة. اوه طلع شعاع من الغرفة. عبودي ما حسيت شيء بالضوء. عبودي ما حسيت فيك شعاع ضوء طلع من الغرفة؟ والله يا غرفة يا غرفة. لا جاهزة؟ يلا واحد اثنين ثلاثة فتح له عيونه. كلها من الاخر. ايه اوه يولي يولي يا اغمى عليه.
لك صفران صفران من الصدمة. يو يو يا بسرعة بابا أحمد روح جيب له مي. لك عبودي لك عبودي لك عبودي نحن عاملين لك مفاجأة. يا الله ما توقعنا يغمى عليه من صدمة الفرح. معقول؟ يلا يلا صحي يا عبودي. لك عبودي يا عبودي يا صحي صحي. لك قوم قوم لك قوم لك قوم يا أهبل. نحن عاملين لك غرفة سرية باللون الأخضر. خليه يدخل يجربها مستعجل. هاي غرفة سرية باللون الأخضر. انت كل ما يجي على بالك ميلل بتجي بتقعد بالغرفة السرية وبتاكل أكلات باللون الأخضر. إيش قد بتقيم هالغرفة السرية من عشرة؟ عشرة من عشرة. انتو يا متابعينا الحلوين إيش قد بتقيموا هاي الغرفة السرية باللون الأخضر من عشرة؟ كتبونا بالتعليقات تقييمكم للغرفة السرية. ولهون إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. لا تنسوا حطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعلوا الفرجة وتشوفونا الفيديو في كل مكان حتى المرة.